يوم متواجد لي هذا السمان هامور سعر ماله 9000 دينار. سمك هذا راغي. الصيد شنو الصيد اليوم؟ هسه شويه الاجواء حاره. شمس والعالم جاي الصياده ما جاي تطلع. حتى تروح الصاد. والصيد كلش قليل. فهو علي يقول لك انا حاره الدنيا وطالع صيد ماكو. فبيته هو. ان شاء الله الشهر الجاي يصير صيد. كنا هسه حاليا اللي هذا حمام الجيش اللي حمام الدهني اللي اسمين حمام جيش وحمام دهني. هذا اليوم مال الكيلو ب 4000 دينار. هذا الدويلمي هذا لحم بوري كامل هذا اللي هم اليوم متواجد. هذا السعر ماله يطلع 5000 دينار. هذا المخلوطه اللي السمكه اللي بيها الوحر اللي هي اكله الفور المفضله والعندك والصافي والشعري ثلاث انواع اربع انواع بيها السحوله. هذه المخلوطه هذه كيلو وانا ب 5000 دينار. السمك العندك اللي هو من فصيلة الشانك، هذا من فصيلة الشانك العنبقة الوردية، هذا اليوم سعر مالها يطلع 5000 دينار 6000 دينار. الشعري هذا عمي الشعري اللي هم من فصيلة الشانك هم اليوم الكيلو ماله ب 5000. السمك كلش قليل، مع الاسماك كلش قليلة كلش قليلة، مع البياح هذا البياح الصبور الناعم. نهاية الموسم هذا الشهر اللي احنا اليوم 1/7 ينتهي الصبور بالفاو، يعني يقل صيده ما ابعد يعني مساء كلش 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 ينزل الصير الصيد ماله وحده باليوم تنصاد وحده باليوم، بلم او لنجه او زورق اللي طالع بحر يصيد وحده باليوم. الصيد ماله اليوم كلش قل، وهذه القصه ناعمه تشوفونها قدامكم. هذا اليوم ب 75 70 اللي في الزوج هاي اليوم 1/7 هذه الاسعار السمك وعلوه المركزيه اللي بالفار. وهذه اكبر رياحه طب للفار، هذه اكبر رياحه طب للفار. طبعا هذه اللي بياحه يوم سعرها 5000 6000 دينار، هذه اكبر رياحه وزنها 5 كيلوات 6 كيلوات. هذه اللي بياحه